شنو أثرها علينا الآن؟ ليش مهتمين في بحثها؟ سواء كانوا أئمة معينين من الله ولا مو معينين، كانوا أنبياء ولا ما كانوا أنبياء، شي يهمنا اليوم إحنا؟ أكو علاقة لهالمواضيع بحياتنا اليومية؟ أكو، نعم أكو. ناحيتين، ناحية ألف سنة إحنا اخترعنا بناء على هاي النظرية أنه الله لازم يبعث أئمة معينين معصومين من السماء هو يعينهم، والحسن العسكري توفى وما قال أنا عندي ولد، فلازم نفترض عنده ولد، ما يصير هاي النظرية تخرب. هاي النظرية إذا إحنا ما قلنا صدقنا الإمام الحسن العسكري وقلنا له صحيح كلامك أنت ما عندك أولاد، يعني نظريتنا انهارت، وما لازم تنهار هاي النظرية، لازم تبقى حية وإحنا نبقى نحافظ عليها. فإذا لازم نختلق فد ولد للإمام الحسن العسكري. طيب هذا الولد اللي اختلقناه وينه؟ مغير يظهر يجي يقود الناس إذا هو معين من الله؟ قالوا ها هو خايف أبو ضمة بالسر. طيب شلون بالسر ويصير حجة علي، يصير حجة على الناس، غير يظهر أمام الناس حتى يصير حجة عليهم؟ قالوا لا هو مو غائب الآن، غائب بعدين راح يظهر في المستقبل، كم سنة بعد؟ يعني في 10-20 سنة بعد. مرت عشرات السنين، قالوا في 40 سنة بعد، مرت 40، قالوا 70 سنة، راح 70 سنة وما ظهر أي واحد. بعدين قالوا شنو؟ قالوا ما يصير أي واحد يقوم بحركة ثورية أو يشكل حكومة سياسية إلا أن ينتظر هذا الإمام اللي الله معينه عنه، وألف سنة إحنا قاعدين ننتظر ونحرم إقامة الدولة والمشاركة السياسية والثورات، لأنه ما يجوز إحنا نقوم بثورة إلا الإمام المعصوم يجي يقودنا. كل راية، هاي الرواية كان مشهورة عندهم، كل راية قبل راية المهدي فهي راية ضلالة وصاحبها طاغوت يعبد من دون الله. شوفوا هاي الرواية موجودة في مقدمة الصحيفة السجادية. الصحيفة السجادية طلعها الخليفة العباسي الناصر لدين الله، ما كان أحد يعرف بالصحيفة السجادية قبل ذلك التاريخ، ولذلك ما شوفون شيء من عندها موجود بالكافي مثلا. فهذا الناصر لدين الله العباسي وضع هذا الحديث أيضا، أن كل راية قبل راية المهدي فهي راية ضلالة وصاحبها طاغوت، حتى يا شيعة ناموا، ناموا بالسرداب، وهو راح حفر سرداب الغيبة. هذا الناصر لدين الله العباسي بالقرن السادس كان موجود، هذا قال روحوا ناموا بالسرداب وانتظروا الإمام يطلع من هناك، وألف سنة احنا نايمين وقاعد ننتظر صاحب الزمان يطلع حتى يجي الفرج، ويا نستغيث فيه وما يطلع. والآن صارت ثورة عندنا حوالي من 50 سنة، بدأ الفكر الشيعي يتغير، قالوا هذا الفكر مو صحيح، شنو ننتظر؟ إلى متى ننتظر؟ خلي احنا نسوي ثورة، نسوي ثورة تمهيدا للإمام المهدي. وإجوا العلماء قالوا طيب احنا خلينا نسوي ولاية الفقيه، أن الفقهاء نواب ذلك الإمام اللي ما ظهر. وقلت ليش نواب إلى إذا هو أكو إمكانية يظهر فهو يظهر، ليش أنتوا تنوبون عنه وتسوون دولة؟ مثل ما قال صاحب الجواهر، صاحب الجواهر محمد حسن الجواهري، صاحب الجواهر اللي بالقرن 19 كان أواسط القرن 19، وهذا مؤلف موسوعة فقهية كبيرة، أكبر موسوعة جواهر الكلام، يقول في كتاب القضاء، يقول يعني إحنا ما يمكن نسوي دولة الآن. ليش؟ لأنه إذا كان ممكن كان الإمام طلع هو سوى الدولة، وعندما نعرف أنه ما طلع يعني أنه ماكو إمكانية نسوي دولة وثورة، فأحسن شيء خلنا نقعد وننام. من 50 سنة قالوا لا ولاية الفقيه، الفقيه هو نائب الإمام. طيب نهضنا شيعة، نهضوا، كانوا نايمين 1000 سنة، نهضوا قالوا، اجوا الفقهاء قالوا طيب تعالوا احنا نواب الإمام المهدي وعندنا صلاحيات الإمام، والإمام عنده صلاحيات النبي، فإحنا عندنا صلاحيات النبي، وإحنا معينين من قبل الله، مجعولين ومنصوبين ومعينين من الله تعالى الفقهاء، فعندهم صلاحية مطلقة، ويقدرون يسوون انقلاب عسكري، يقدرون يلغون الدستور، يقدرون يحكمون كيف ومثل ما يردون، ما حد ما يقدر يناقشهم ولا أحد يرد عليهم، والرد عليهم كرادوا علينا ورادوا علينا كراد على الله، حرام عليك تحكي كلمة قدام المجتهد أو المرجع. وهذه
ولدتنا حالة من الدكتاتورية، الدكتاتورية الدينية. أن يجي العالم، صحيح أكو علماء قاموا بأدوار تاريخية، السيد محمد حسن الشيرازي حرم التنباك وبالتالي قضى على الشركة البريطانية الاستعمارية في أواخر القرن 19، والشيخ محمد تقي الشيرازي أفتى بثورة 20، والعلماء راحوا وقاتلوا الاحتلال البريطاني، والإمام الخميني سوى ثورة على الشاه، والسيد السيستاني أيضا وصع بالدستور وقال لازم يسوون دستور وحكومة ديمقراطية وانتخابات، وهذا كل زين، بس مو يعني أنه أنت تصير فوق الشعب وفوق الدستور وفوق حتى الأحكام الإسلامية، وأنت تعتقد عندك سلطة أنه أنت يعني صرت مقدس وصرت مطلق أو معصوم، وإذا واحد انتقدك كأنه كفر. أنت مو معصوم، يمكن تخطأ، يمكن تشتبه، يمكن فتاوى خطأ تقول، يمكن صدر قرارات مو صحيحة، ادعموا هاي القائمة لا تدعمون هاي القائمة مثلا، هذا مو صحيح. فمو بالضرورة كل أعمالك كل خطواتك كل أقوالك كل أشيائك أنت وحي منزل من الله، وبالتالي الناس لازم شلون ما تقول وين ما تمشي يمشون وراك، لازم الناس عندهم عقل فكرون به، هذا صحيح هذا مو صحيح، مو اتباع أعمى وتقليد أعمى. وما يصير أنت تصير دكتاتور مطلق تقول الحمد لله رب العالمين، السيد السيستاني ما يؤمن بهالشيء هذا، ما يؤمن بولاية الفقيه، ولا يقول أنا أريد أصير دكتاتور عليكم، بس أكو ناس يحاولون يسووه حتى هو، أنا ما تحكي إذا انتقدت أو سألت سؤال ما يصير تسأله، ليش أنت أفهم من عنده؟ طب مناقشة، دا أناقشه في مسألة معينة، في فتوى معينة، هاي فتوى بالله غير لياها، مو معقولة، مو صحيحة، مخالفة الإسلام، مخالفة القرآن، مخالفة العقل، مخالفة للذوق مثلا، في فتاوى هالشكل موجودة. إذا قلنا لأي مرجع كان، يا سماحة المرجع المعظم آية الله العظمى في العالمين، أنت عندك أخطاء، إن حق نقول له ولا ما إلا حق نقول له، ولا كل قرار هو يتخذه يشوف صاحب الزمان ويقول له سويه، يعني هذا من الغيب جاية، ما يصير هالشكل. حتى سيد الشيرازي الله يرحمه سيد محمد الشيرازي ينقل يعني قصص، يعني ناس يسوي يألفوها وأكو ناس يصدقوها، ينقل في أحد كتبه وذكرت عن البارحة عندما تحدثت عن الشيرازي، يقول سيد محمد حسن الشيرازي عندما أفتى بتحريم التنباك ضد الشاه ناصر الدين شاه الملك الإيراني، قال هذا نزل بالسرداب والتقى الإمام المهدي هناك بالسرداب، سرداب الغيبة في سامراء هو كان، وأخذ الإذن من عنده حتى أصدر هاي الفتوى. أكو ناس شكل يبثون إشاعات، وأكو ناس علماء ومراجع مصدقوها مثل سيد محمد الشيرازي، مصدق عن سيد محمد حسن الشيرازي التقى بالإمام بسرداب، يعني كأن الإمام المهدي بعده قاعد بسرداب، ويبثون إشاعات على كل المراجع عن هذا المرجع البحر العلوم أو فلان أو فلان، الإمام الخميني، الإمام الخامنئي، الإمام، دائما يطلقون إشاعات، أكو ناس شغلهم هذا إعلام دعاية يسمون، أنه هذا المرجع هذا العالم يلتقي بالإمام، مو بس العلماء حتى يعني معممين صغار، ابن العالم مثلا هو هذا أيضا هذا يلتقي بالإمام مهدي ويتكلم معه، يعني يبثون إشاعات حتى يعطوه هالة مقدسة، وبعد الناس يروحون وراء مثل القطعان يمشون، لا يسألوا لا يناقشون لا يبحثون لا يفكرون، يسلمون عقولهم وقيادهم بالمرة إلى، وهذا يمشي يقول لك أنا صرت وكيل الإمام المهدي أو نائب الإمام المهدي. بعضهم يدعون بصراحة أنهم سفراء، أكو ناس مشايخ كذا يقول لك أنا سفير الإمام المهدي أو سفير ابن روح سفير السفير، وأكو لا ما يدعون، بس اللي حواليهم يسوون لهم دعاية، يسوون لهم دعاية بحيث أنه هذا المعمم سواء كان عنده علم ولا ما عنده علم يصير هذا مقدس، ويصير هذا عنده هالة مقدسة، هذا يلتقي بالإمام. فشو يصير الحالة في المجتمع؟ حالة دكتاتورية، سواء حكم أو لم يحكم، يصير حالة دكتاتورية في المجتمع، أنه هذا الحزب إلى أتباع يقلدوه ويطيعوه طاعة عمياء، لأنه يعتقدون هذا ممثل الإمام المهدي. منين جاء الفكرة؟ من وجود الإمام المهدي، الاعتقاد بوجود هذا الإنسان اللي ماكو أي دليل على وجوده.
فيقولون لا، منين جابوه؟ من نظرية الإمامة. فأول شيء سووا نظرية الإمامة، وبعدين قالوا خو ما يصير تنقطع وتروح، لازم تستمر اليوم القيامة هاي النظرية. إذن فلازم في كل زمان أكو واحد إمام معصوم من الله، وهو الإمام المهدي الحي، كما مكتب السيستاني البارحة نشروا البيان مالهم أنه من القرآن، القرآن يؤكد على وجود الإمام المهدي وولادته، استنبطوا من عندها، كانوا يجيبون آيات ويعصرون الآيات القرآنية ويأولوها تأويل تعسفي حتى يثبتون وجود فالإنسان موهوم لا حقيقة له وليس له وجود، حتى يسوون شنو؟ يسوون حالة ديكتاتورية، حالة ديكتاتورية في المجتمع باسم رجال الدين. والديكتاتورية الدينية أسوأ بكثير من الديكتاتورية العادية. في عندنا ملوك طغاة ديكتاتوريين مستبدين رؤساء، والناس يعارضوهم، الناس يناقشوهم، الناس يقولون أنت مخطئ أنت كذا، ويثورون عليهم. بس لما نصير الديكتاتورية دينية بعد الناس يقوموا يرجفون، يخافون يحجون، يخافون يتكلمون. مو المرجع، حتى شيخ صغيرون يقول لك أنا أظل الله في الأرض، ويعطي نفسه يسب ويشتم ويتهم ويفتري ويكذب ويسوي كل شيء من أجل أن يسيطر ويقضي على خصومه. فصعدنا حالة ديكتاتورية مضادة للديمقراطية اللي يريد نأسسها. احنا سوينا نظام ديمقراطي، هيكل وانتخابات، بس ثقافة ديمقراطية بعد ما عدنا. وثقافتنا هذه الدينية اللي مسميها دينية بين قوسين اسميها، هي مو دين هاي ولا لها علاقة بالدين، بس باسم الدين التم هاي الثقافة الدينية تولد حالة ديكتاتورية مضادة للثقافة الديمقراطية المطلوبة، أن الناس يرجعون إلى نفسهم وإلى رأيهم، يفكرون ويقررون ويحاسبون ويسألون ويناقشون ويعملون ويتحركون، ما يظلون مكبلين بهذا أو ذاك. فالثمرة الأولى من هذه النظرية، نظرية الإمامة الإلهية اللي سووها بعض المتكلمين خفية وسرا عن أهل البيت وباسم التقية، وألصقوها بأهل البيت وجابوا عليها أحاديث، شوف مثل هذا الحديث اللي روانا لكم إياه عن تكلم الحجر الأسود. معقول الإمام الباقر عليه السلام يجي يروي حديث تصدقون بالله أنتو؟ يروي أكاذيب مضحكة وقصص أسطورية، حاشا الإمام الباقر أن يقول هالكلام، إنما ذول ألفوا على لسانه، والنظرية تهاوت وتلاشت وراحت. ورا 200 سنة اجوا جماعة قالوا ها والله خلينا نسوي هالنظرية من جديد، وسووا نظرية الثاني عشر، افترضوا وجوده على بناء على هاي النظرية، افترضوا وجود هذا الإنسان، افتراض وهمي فقط، وقالوا صاروا 12، وذول جابوا حديث من السنة هم لزقوا عليه وباعوا لنا اياه، واستمروا 1000 سنة يقول روحوا ناموا. العباسيين استفادوا من هاي الفكرة، لما ناصر الدين الله العباسي يطلع هاي الرواية، كل راية قبل راية المهدي فهي راية ضلالة وصاحبها طاغوت، ويرويها عن زين العابدين أيضا. يعني شنو يعني موتنا؟ يعني هالفصيل المعارض اللي كان يمكن يشكل معارضة له موته، قتله بهاي الرواية بهذا الحديث. وبعدين لما الآن قمنا احنا ونهضنا من 50 سنة تقريبا، فالجماعة اجوا يردون يركبون على الأمة من جديد، أنه إحنا نواب الإمام، إحنا وكلاء الإمام، إحنا عندنا الولاية المطلقة عليكم. زي ما أنتوا البارحة إلى قبل 50 سنة كنت تقولون السياسة حرام، وما يجوز واحد يدخل بالسياسة، وما يجوز الشورى حرام، والديمقراطية حرام. هسه لما قلنا خلينا نسوي نظام مدني وعادي وطبيعي، نظام ديمقراطي، تجون تقولون لا والله إحنا لازم نصير فوق هذا النظام هذا، ولا نعترف بالدستور، ولا نعترف بالشعب، ولا نعترف بالقوانين، احنا فوق القوانين. هذه المشكلة الكبرى اللي نواجهها، هذا ما يدفعنا الى مراجعة هذا الفكر من جديد، انه هذا فعلا فكر بالقرآن. طبعا هم جابوا لهم احاديث وآيات قرآنية كلها تأويلات، احاديث كذب خب بسهولة يسووها، ما اسهل الكذب على الله وعلى رسوله. الآيات القرآنية شو يسووا لها؟ يأولوها. الله يقول إني جعلك الملائكة يقولهم، وإذ قال ربك الملائكة إني جعلهم في الأرض خليفة، يعني الإنسان آدم، هم يقولون على خليفة يعني حاكم، يعني الأئمة، الله لازم يحط أئمة دائما. شربط الآية بهذا الموضوع بالإمامة،
بس هم حتى يسووها إمامة دينية، إمامة إلهية، مو إمامة مدنية. إحنا اللي عندنا الآن في العراق مثلا إمامة دين مدنية، الحاكم مدني، الشعب ينتخبه، وحتى المرجع اللي ينتخبه الناس هو مدني، هو مو إلهي، الله ما معينه، الناس منتخبيه، عالم الناس منتخبيه، بس يضفي على نفسه هالة دينية أنه هذا مقدس، فتوى مقدسة تعبر عن إرادة الله تعالى، وذمتك مبرية يوم القيامة، بس أنت تسمع إلى والطيعة. من قال لك ذمتك مبرية؟ لا، مو ذمتك مو مبرية. الله يقول لك أنت، أنا جبت لك قرآن، أقرأ القرآن، مو تتبع هذا وذاك، حتى لو أفتى خلاف القرآن. فالشيء الثاني هو خطر الدكتاتورية الدينية من وراء هذه النظريات الخيالية المثالية الأسطورية التي لم ينزل بها الله من سلطان، ولا تحدث عن النبي، ولا كان يعرف أهل البيت عليهم السلام. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.